والجمهور الجديد الجمهور. نعم. يعني من اهم حسنات الرابطه الجمهور. وانا برضو وانا بنتظر فرصه مع حضرتك ان احنا نساعد الرابطه. يعني في ناس نعم. قبل الرابطه ما بدات عايزين يحطوا العراقيل من الاول. طب اديهم الفرصه. كفايه التصوير، التصوير حاجه ولا اروع. صحيح. حاجه ولا اروع. نعم. ونظام في كل حاجه. احنا مع النظام في كل حاجه. فتصور هو دي ماتش قمه، يعني هتبقى شهاده نجاح للرابطه تاكيد يعني على ان هم ماشيين صح يعني. فانا فالماتش في حاجات كتير قوي، في التصوير، في الاخراج، في الرابطه، في الحكم المصري، كل دي عوامل هتنجح. حضرتك في الانترو قلت حاجه مهمه جدا، ان الماتش في بدايه الدوري ده هيقلل كتير قوي قوي من الضغط، مش حاسم للدوري او في نهايه الشوط الدور الاول برضو بتبقى عمليه صعبه، لكن انت لسه المشوار طويل طويل قوي. فده هيقلل كتير قوي قوي من الحده يعني. لكنها تفضل قمه الاهلي والزمالك هي طبعاً. الاهم. وفي بعض يقول لك انا افوز على الاهلي افوز على الزمالك بالنسبه لي قمه او طبعاً دوري. طبعا طبعا كانت في اول الجدول، جاءت في وسطه، جاءت في اخره، ستظل بقيمتها وحلاوتها وشغفها واثارتها وان الناس بتتابعها، يعني الجماهير بتتابع قبل الاهلي والزمالك دي بمشاعرها قبل ان تتابعها بعقلها يعني. بيبقى فيها نوع من العواطف ونوع من الدوافع، وكله بيتابع جوه وبره، لانها واحد من اهم الدربيات على مستوى العالم. يمكن لما اتعمل احصائيات على مستوى العالم كان ديربي الاهلي والزمالك في مقدمه الدربيات القويه جدا والشرسه جدا واللي ليها تاريخ طويل جدا موجود في كره القدم. اللي احنا نتمناه ان نبدا نقلل روح التعصب اللي موجوده، كل واحد يحترم الاخر، اتمنى لفريقك الفوز، لكن ما تهاجمش الفريق الاخر وما تخرجش اي حاجات خارجه، ما فيش تجاوزات. اعتقد ان تجربه الجمهور يعني بتزداد ترسيخا، وشكرا للرابطه اللي عملت ده. في 1000 و1000 بيحضروا، بدايه كويسه جدا، بدايه كويسه جدا. جداً. اعتقد ان بدايه المباراه دي ان شاء الله لما تخرج المباراه نظيفه هنبني، وممكن يبقى ال1000 2003 و4 و5 وتبدا الزيادات في قالوا كده معانا انه هتبقى بدايه وممكن نزود الاعداد، ولكن الناس يبقى ملتزمه بالروح الرياضيه. نعم، واعتقد ان تذكرتي حتى النظام صارم جدا وواضح جدا وقوي جدا، صعب اختراقه يعني. فان شاء الله موفقين، واحنا يعني كمصر نستحق ده. نستحق ان ملاعبنا تكون مليانه بالمدرجات. شفنا في اوروبا المدرجات رجعت كامله العدد، حاجه عظيمه جدا. كوره بدون جمهور ملهاش اي معنى، ملهاش اي روح، ملهاش اي طعم. اللي هنشوفه مع التصوير اللي قال عليه الخضري، اعتقد وجود الصوت الجماهيري والخلفيه الجماهيريه، الموسيقى الجماهيريه اللي بتحصل ده، هيعطي للمباراه حلاوه ثانيه وشكل ثاني، وهيعطي للعيبه حماس، ويعطي للعيبه الدوافع الكبيره جدا انها تلعب وتطلع كل اللي جواها. النهارده عندك 20 كاميرا هتصور الماتش. حاجه جميله جدا الحقيقه يعني. كان الاستاذ حسين زين من شويه بكلمه فقال لي 20 كاميرا ورايحين بعد كده يبقى عندنا كمان 32 كاميرا تصور ماتشات، يعني رايحين لاعلى طبعا تصوير واخراج. في اعتراض على المخرج من البعض؟ هو في اعتراض من الزملكاويه على محمد نصر. على محمد نصر، لكن محمد نصر طبعا صديقنا، ويمكن انا كنت تواصلت معاه النهارده على تاريخ ماضي. يعني كان لسه ممكن برضه في البدايات الواحد ما يبقاش مش عايز يعني عايز انقل الفاظ مش نضج يعني ميال للاهلي اكتر واكتر واكتر، لكن انا اتصور ان هو اللي هيبقى ميال لمهنيته. انا خلاص يعني انا بقى لي سنتين ثلاثه اما حد يقول لي محمد نصر اقول له انا شايف ان الراجل ده مهني ومش هيضحي بنفسه عشان اي نادي من الطرفين. فانا